راموس يلعب راموس المدافع النهارده راموس بدر عبد الرحمن طرف الملعب والنهارده مغير شويه عبد العزيز العنبري في وضعيه اللعيبه حط عبد الله احمد خطيره جدا عبد الله احمد المدافع اللي في القلب النهارده عبد الله في منتهى الخطوره خيمينيز كره جميله فرصه هدف اول للنصر جميله خطا كبير جدا من عبد الله احمد خطا كبير جدا لسه بنتكلم على التغيرات وهدف اول في اول دقيقتين ونصف او الدقيقه الثالثه من عمر المباراه يسجل نادي النصر اول اهدافه خطا كبير جدا من اللاعب عبد الله احمد بيعتذر عبد الله احمد مفيش مشكله انما الهدف مبكر جدا جدا سيناريو بص شوف الكوره بص شوف الكوره غلط انا كان لازم يلعب على طول بقى كان لازم يلعب على طول غريبه جدا المدافع فتح له بره انما عاوز يلعب برضه في العمق انما شوف الباصه بتاعت خيمينيز يا ولد لعيب جميله جميله اول هدف في المباراه هنا عن طريق اللاعب رقم 7 في التنت الامامي نيلمار يسجل الهدف الاول لفريق نادي النصر اذا النصر افضل احسن بقالنا 13 دقيقه وفريق نادي الشارقه خطيره وفرصه الثاني يا ولد الثاني للنصر الثاني للنصر مش ممكن هدف ثاني الهدف الثاني في 13 دقيقه وفريق نادي الشارقه مش ممكن نادي بعد 13 دقيقه ما تحسش ان فيه ولا لعيب جه ولا لعيب موجود في المباراه اللي حصل في فريق نادي الشارقه مش ممكن الشارقه ليست 5% من لقاء العين بينما هنا على طول خطا كبير دربكه 6-7 لعيبه كارثه الهدف الثاني ده لو اتحط مشكله كبيره 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 فؤاد بوشاجر ومحسن صالح هيتكلموا واللاعب رقم 21 ايضا عبد الله احمد كان موجود في الكوره وخطا كبير جدا دربكه اعتقد عبد العزيز العنبري النهارده اختياره للخط الدفاعي في بعض المشاكل لازم تدخل بدر عبد الرحمن جوه هل غياب فايز جمعه يعمل هذا التاثير السلبي كله هل يعمل اللخبطه دي هل يعمل وادى للنصر هدفين من وجهه نظري المتواضعه لويس خيمينيز خطيره كنت الثالث يا نهار ابيض مش ممكن الثالث يا حبيبي الثالث مش ممكن 35 دقيقه لعب بمعدل كل 11-12 دقيقه فريق نادي النصر يسجل هدف اعلى معدل لنصر هذا الموسم في 35 دقيقه لعب وفريق نادي الشارقه في حاله من عدم التركيز 35 دقيقة لعب ونادي النصر 3 والنتيجة ممكن تروح لنتيجة قاسية بص نشوف التمركز مش ممكن راموس خمس لعيبة على 3-4 لعيبة للنصر انما العملية مش بالكثرة العملية بالتمركز وكان لازم حارس المرمى يتكلم مع اللعيبة لعيبة مفيش مراقبة مفيش متابعة مفيش المان ولا حتى النص مان موجود وادي راشد احمد وادي الهدف الثاني 3-0 بتاع كده ركله جزاء كيمبو ما بيضيعش كيمبو ما بيضيعش يا كابتن كيمبو يا ولد يا كيمبو قعده على جنبه وحطها جميله يا سلام عليك يا كيمبو هو بتاع الحربه لما كان بيسجل مع نادي العين كان بيعمل نفس الحركه لكن كان بيروح على احد الاطراف في الملعب ادي كيمبو ادي ايكوكو وهيجي يدي السلام طبعا ويدي التحيه لايفانوفيتش من لا يشكر الناس لا يشكر الله دايما الشكر بالنسبه للناس مطلوب موجود بالنسبه لايفانوفيتش في توظيفه في هذا المساء بالنسبه لفريق عملاق بالنسبه لهدف عالمي جميل عن طريق كيمبو ايكوكو لعيبه كتيره في العالم الان بتعملها في نص الملعب لان الحراس دايما بيختاروا جبهه يجروا عليها في لعيبه كتيره بتعملها وفي حراس اذكياء بتعمل ان هي تميز على اليمين او على الشمال لكن بيعمل رده فعل على طول سريعه وبيروح ياخد الكوره